الطيارة طالعة اليوم الساعة 4. وعارف انك هون؟ انت بدك تجنني؟ انا تركت البيت واجيت لك لهون. خلص منتجوز. نتجوز. خليل منيح طيب، بفهم علي، بتحملني لما بكون معصبة. يعني خليل يمكن ما يكون مناسب لك. هو خليل مناسب. خفت. Listen, sweetheart. If you saw the way I dressed in Ramallah, you would convert to Islam. Now go sit somewhere and do your homework. أنت اللي لحقتني يوم كامل، من طابق لطابق، من مضيع رواخ لمضيع رفقاء، وبعدين لحقتني للكافيتيريا لحديت الحمام. أنا لحقتك. إيش بدك تساوي هسا؟ مش عارف. ليش فكرة؟ بدك تتركني عشاني بحبك؟ عشان بديش أخسرك؟ عشان بتفرقش معي من أنت ومنين إجيت وإيش أبوك أو سيدك عملوا بحياتك؟ عشان هيك بدك تتركني؟ رح اتجوز واحد ما بعرفوش، شفته بالتلفزيون. انت على القليل عرفتي امين وهو عرفك. شو عرفته؟ شفته مرة واحدة لما اجى ركب لنا الحمام الشمسي.